بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من البراهين القاطعة في إبطال الشرك، وذلك أن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا تحد لهم، وقوله زعمتم هذا إبطال للشرك، وأنه زعم باطل لا حقيقة له. زعمتم هؤلاء أنهم شركاء لله، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي مع الله سبحانه وتعالى أو غير الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والذرة هي أصغر شيء، قيل المراد بها صغار النمل، وقيل الهباء التي تكون في الهواء، وهي أصغر شيء. لا يملكون من الكون شيئا، حتى الذرة والهباء لا يملكونها، لأن الملك لله سبحانه وتعالى وحده، له الملك سبحانه وتعالى، الملك المطلق، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فما بأيدي العباد من الملكيات إنما هي من الله سبحانه، ثم هي أيضا لا تدوم لهم، إما أن ينزعون منها وإما أن تنزع منهم. فليس لهم ملك. الذي يدعى ويطلب منه شيء لا يخلو من هذه الأمور، إما أن يكون مالكا لما يطلب منه، وهؤلاء لا ملك لهم، فكيف يطلب منهم وهم لا يملكون شيئا، وإما أن يكون شريكا للمالك، وهؤلاء ليسوا شركاء لله في ملكه، وما لهم فيهما من شرك، وإما أن يكون وزيرا للمالك، يكون وزيرا للمالك ومعينا له، فيؤثر عليه بإعطاء الطالب ما طلب، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير،
أي لا معين لله سبحانه وتعالى ولا وزير له ولا ولي له من الذل، إذن بطلت هذه بطلت هذه الشبهة أن الله ليس له ظهير فيطلبون من هذا الظهير أن يؤثر على المظاهر وما له منهم من ظهير، وإما أن يكون شافعاً عند المالك ليس مالكاً ولا شريكاً ولا ظهيراً. نعم قد يكون أنه شافع خارج الملكية وخارج، لكن يشفع، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. وأما بقية الملوك والرؤساء فإنهم يشفع عندهم ولو لم يرضوا ولو لم يأذنوا، أما الله فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إذن بطل الشرك، كل متعلقاته باطلة. فالذين يدعونهم ليس لهم ملك ولا مشاركة في الملك ولا موازرة للمالك ولا شفاعة عند المالك إلا بإذنه، إذن بطل الشرك. ولهذا يقول بعض العلماء هذه الآية قطعت الشرك من عروقه. لكن أين من يتدبر القرآن؟ وأين من يعقل؟ هؤلاء لا يعقلون ولا يتدبرون، مع أنهم قد يحفظون القرآن بعشر القراءات ويرتلونه بأجود الترتيل، ولكنهم لا يفهمون معناه ولا يفقهونه، مع أن القرآن عربي واضح لمن تدبره، لكن صرفهم الله عنه وأعمى بصائرهم والعياذ بالله، وأعماهم التقليد الأعمى. نعم، فهذه الآية أعظم برهان على بطلان الشرك من عروقه وأصوله. نعم. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا مثل الأخيرة من الآية، مثل الأخيرة من الآية، آخر الآية، آخر الآية أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. نعم. وقال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كذلك ما من شفيع، ما نافية، من مؤكدة للنفي، ما من مؤكدة للنفي إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هذا حصر، ما من شفيع إلا بإذنه. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي يتولى أموركم، الذي يتولى أموركم ويدبرها هو الله سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ولا شفيع، نفى الشفاعة سبحانه إلا بإذنه. أما أنه يشفع أحد عنده بدون إذنه فالله لا يقبل شفاعته. نعم. سيأتي أن الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول الإذن من الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من عصاة الموحدين. أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة. نعم. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم، يعبدون من دون الله، يعبدون، العبادة حق لله سبحانه، الله خلق الخلق من أجل أن يعبدوه، لكن هؤلاء يعبدون غيره
ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إما ميت وإما خشبة أو حجر وإما شجرة وإما أي مخلوق من المخلوقات، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف تملك ذلك لغيرها؟ كل مخلوق فهو بهذه الصفة، من الملائكة والأنبياء والمرسلين إلى من دونهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إذن لماذا يعبدونهم وهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ لماذا يعبدونهم مع أنهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوهم لهذه الشبهة أنهم شفعاء عند الله، والله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. ولا تنبئون الله، تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله جل وعلا لا يعلم أن له شريكا في السماوات ولا في الأرض، أنتم تقولون لا له شريك، والله لا يعلم هذا، وما لا يعلمه الله فهو محال، ما لا يعلمه الله فهو محال، فهم يحادون الله جل وعلا، يثبتون له شركاء لا يعلمهم سبحانه وتعالى بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ثم نزه نفسه عن ذلك فقال سبحانه، سبحانه عن شركهم، وتعالى أي تعالى بذاته وقدره وقهره سبحانه، تعالى عما يشركون، سماه شركا، سماه شركا، وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكل من يدعو الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة كلهم من هذا القبيل، كلهم مشركون، كلهم مشركون. نعم. وقال الله تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. صاحب ياسين أي المذكور في سورة ياسين، سورة ياسين، قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية في الشام فيها مشركون، فأرسل إليهم المسيح عليه السلام من ينذرونهم عن الشرك. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قواهم الله بثالث رسول ثالث، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فالرسل ليس عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ما عليهم إلا الدعوة إلى الله والبلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، قال أهل القرية للرسل إنا تطيرنا بكم، والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، يقولون أصابنا الشر بسببكم،
وهكذا عادة المشركين يتطيرون بالرسل، كما تطير آل فرعون بموسى وهارون عليهم السلام، تطيروا بموسى. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يهددون الرسل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يهددون الرسل ويغترون بقوتهم. قالوا طائركم معكم، الشر الذي يصيبكم هو بسبب ذنوبكم وليس منا، إنما يصيبكم من الشر هو بسبب ذنوبكم. أما الرسل فإنهم أسباب للخير والهداية، وأما ما يصيب الناس من الشر فإنه بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم تقابلوننا بهذه المقابلة لأننا ذكرناكم ونصحناكم؟ هذا جزاء الدعاة إلى الله عز وجل، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون في الكفر والعياذ بالله، مغرقون في الشرك. ثم قال سبحانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني يسرع، وجاء من أقصى المدينة التي فيها هؤلاء الأشقياء، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسرع لأجل أن يبلغهم وأن يحثهم على اتباع ما جاءت به الرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قومي استعطاف، يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هم ما جاءوكم يطلبون منكم أجر ولا يطلبون منكم طمع، إنما جاءوكم بدافع النصح، بدافع النصح لكم. وهكذا الرسل لا تأخذوا على الدعوة أجرا، إنما أجرها على الله سبحانه وتعالى. أما لو كان الداعية يقصد طمعا فإن الناس لا يثقون منه، يقولون إنه ما يعمل هذا إلا لأجل الطمع. لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وهم مهتدون، الرسل مهتدون، فلماذا لا تتبعون المهتدين وتتبعون الغواة والضالين؟ ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي يمنعني أن أعبد الله الذي فطرني، يعني خلقني؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إليه مرجع الناس جميعا ويجازيهم على أعمالهم، لا ترجعون إلى غيره سبحانه وتعالى. لا أحد يفلت من الله يوم القيامة أبدا، يعمل ما يشاء في هذه الدنيا ولكن الحساب أمامه، الحساب أمامه، ومرجعه إلى الله الذي تمرد عليه في الدنيا وعصاه وأشرك به، مرده إلى الله سبحانه وتعالى. أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ غير الله آلهة أعبدها مثلكم؟ إن يردني الرحمن بضر، سواء مرض أو غيره من الأضرار، يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم،
ما يشفعون له في دفع الضر عنه، ولا ينقذون مما وقعت فيه، إنما هذا لله سبحانه وتعالى، إنما هذا لله. لا تغني عني شفاعتهم التي تطلبونها أنتم، هذه ما تغني من الله سبحانه وتعالى. إني إذن أو أي لو عبدت غير الله لفي ضلال مبين. والضلال ضد الهدى، فالضال هو الذي يسير على غير هدى، والمهتدي يسير على هدى وعلى نور، وليس ضلالا يسيرا بل ضلال مبين، ضلال والعياذ بالله لا نهاية له. إني إذا لفي ضلال مبين. ثم أعلن اتباعه للرسل، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي استجيبوا لي ولا تعرضوا عن دعوتي فتهلكوا، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قيل له ادخل الجنة، يقال إنهم قتلوه، إنهم قتلوه، فقال الله له ادخل الجنة. قال يا ليت قومي، شف مشفق على قومه حتى بعد وفاته من النصح، قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما يتحملونهم شيء، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صاعقة واحدة من الملك تهلكهم عن آخرهم، ما يحتاجون إلى جنود وإلى مدرعات وإلى طائرات وإلى قاذفات وإلى وإلى أبدا، صيحة الملك تقطعهم عن آخرهم إذا أمره الله سبحانه وتعالى. فالله له جنود لا يقوم لها شيء، له جنود، ولله جنود السماوات والأرض لا يقاومها شيء، جنود الله لا يقاومها شيء. فهذه النهاية، وهذه قصة أصحاب القرية، يقال إنها أنطاكية في بلاد الشام. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها لا تغني عني شفاعتهم. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة توسط لصاحب الحاجة عند من هي عنده الحاجة، توسط في طلب الحاجة ممن هي عنده، هذه الشفاعة. الشفاعة تكون عند الله وتكون عند الخلق، تشفع للمخلوق عند المخلوق أيضا، وتؤجر على الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الشفاعة عند الخلق، إن شفعت في خير فلك الأجر، ولهذا لا يجوز أن تأخذ في مقابل شفاعتك شيئا من المال، لا يجوز أن تأخذ في مقابل شفاعتك لأخيك شيئا من المال، لأن الشفاعة لا تقصد للمال. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي دعاؤه للمشفوع له، تدعو الله لغيرك، هذه شفاعة. الشفاعة عند الله الدعاء، تدعو الله أن يعطي المشفوع له ما طلبه من الله سبحانه وتعالى.
الشفاعة عند الله لها شرطان مذكوران في القرآن في آيات. الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من عصاة الموحدين الذين استوجبوا دخول النار والتعذيب، فيشفع لهم الشفعاء يدعون الله أن ينجيهم وأن ينقذهم من العذاب، فيخلصهم الله من ذلك ويقبل فيهم شفاعة الشافعين. الشفاعة عند الله هي دعاؤه سبحانه للمشفوع له، دعاؤه للمشفوع له، وهي تنفع المؤمن ولا تنفع الكافر. فلا يجوز أن يدعى للكافر الميت أو أن يستغفر له أو أن ينجيه الله من النار، لا يجوز هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالكافر لا تنفعه الشفاعة عند الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا إذا وقعوا في العذاب؟ يقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ما حصل، هذا كله تمني مستحيل، نسأل الله العافية. نعم، فالشفاعة عند الله تكون بالشرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. نعم، فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى. الشفاعة التي نفاها الله هي التي اختل فيها شرط من الشرطين، اختل فيها شرط من الشرطين، هذه منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفر فيها الشرطان. الشفاعة ليست منفية مطلقة ولا مثبتة مطلقة. نعم، فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة. نعم، التي لم تشتمل على الشرطين، نفاء التي أثبتها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أثبتوا لهم شفاعة والله جل وعلا نفاها. نعم، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله. نعم، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. نعم، ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. هذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. وهذا الحديث أن الخلائق يوم القيامة إذا حشروا حفاة عراة على أقدامهم ودنت منهم الشمس وأصابهم الحر وتصبب منهم العرق وطال عليهم الموقف، يقولون: التمسوا من يشفع لنا إلى الله أن يخلصنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم أبي البشر عليه السلام، يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر، لأن هذا المقام مقام عظيم، والرب قد غضب سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون إلى نوح عليه السلام أول الرسل ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيعتذر عليه السلام. يأتون إلى موسى عليه السلام يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر.
يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، لأن المقام مقام عظيم، وكل واحد من هؤلاء يقول نفسي نفسي، يقول نفسي نفسي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيتقدم ويسجد ويسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويدعو الله حتى يقال له ارفع راسك واشفع تشفع بعد إذن الله سبحانه، فيشفع في أهل الموقف فينصرفون من الموقف إلى الحساب ويستريحون من الموقف بعدما سألوا أولي العزم الخمسة كلهم، فكلهم اعتذر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وسمي محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. الشاهد منه أن الرسول سيد الشفعاء وأعظم الشفعاء لم يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن له بالشفاعة، وهؤلاء يطلبون من الأموات ومن القبور ومن الشفاعة بدون أن يأذن الله لهم بذلك، يطلبونها من غير الله سبحانه وتعالى. الرسول طلبها من الله. نعم. واشفع تشفع فإذا أعد الحديث. ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم تسليما. نعم. قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو قال أهل هذا القول. أهل هذا القول هم أهل التوحيد الذين يثبتون الشفاعة بشروطها، لا كما يقوله المشركون أن الله يشفع عنده الشافع وإن لم يأذن ويشفع للمشركين والكفار. نعم. قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته. هذا كما سبق أن الدعاء إنما يطلب من الحي الحاضر، الحي الحاضر تسأل تطلبه أن يدعو الله لك، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يطلب منه شيء، لا الشفاعة ولا غير الشفاعة، فكيف بغيره من الأموات والغائبين؟ هذا لا يجوز في حال من الأحوال. نعم. ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته. فمن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منه الدعاء
بعد موته فإنما توسل بذات الرسول، والتوسل بالمخلوق لا يجوز لأنه إقسام على الله بالمخلوق. أسألك بنبيك، هذا إقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. الحلف بغير الله لا يجوز مع بين الخلق، فكيف بين الخلق والخالق؟ لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. مع كون الصحابة رضوان الله عليهم فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به. مع أن الصحابة، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه تخفيف أحسن، فرقوا بين الأمرين، فرقوا بين الأمرين، هذا أحسن. نعم. مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به. في حياته يقدر على الدعاء، يقدر على الدعاء، وأما بعد موته فلا يقدر على الدعاء لأنه انتهى عمله، ختم عمله. نعم. وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أفضل الدعاء، أفضل دعاء المخلوقين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالغيث والسقيا إذا أجدبوا، فيسقون ويجابون بدعوته صلى الله عليه وسلم. فلما مات وأجدبوا لم يذهبوا إلى قبره ويطلبوا منه كما كانوا يطلبون منه في حياته، دل على أن طلب الدعاء من الميت لا يجوز. نعم. ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق. نعم. فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع له، ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس. من يقول إذا جاز في حياته أن يطلب منه الدعاء يجوز بعد موته أن يطلب منه الدعاء كحاله في حياته، فهذا من أضل الناس، لأن هناك فرقا بين الحياة والموت. في حياته صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس ويفتي ويؤم الناس في الصلاة والجمعة، وكان يغزو ويجاهد، وكان يفتي ويعلم الناس. بعد موته انقطع هذا كله، أدل على الفرق بين الحياة والموت، وأن الميت لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له، يدعى له ويستغفر له. نعم. وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعاؤه هو والتوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره. نعم. فالأنبياء الذين عبدهم من عبدهم كالنصارى الذين عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام، واليهود الذين عبدوا عزيرا، إنما عبدوهم بعد موتهم. وهكذا سائر العلماء والصالحين لا يشرك بهم وهم أحياء، لأنهم ينهون عن ذلك ويجاهدون من فعله، وإنما عبدوهم بعد موتهم، عبدوهم بعد موتهم. ولهذا إذا قال الله جل وعلا للمسيح عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ف
فالله لا يسأل عيسى على أن الله يجهل هذا، وإنما يريد التقرير، تقرير هذا الأمر. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهم إنما عبدوه بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله كالحسن والحسين وعبد القادر الجيلاني والأولياء الصالحين إنما عبدوا بعد موتهم، وهم لا يرضون بذلك، لم يعبدوا وهم أحياء لأنهم ينهون عن ذلك، وإنما عبدوهم بعد موتهم. نعم. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له. نعم. لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام ورأى الناس يسجدون لملوكهم أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن السجود لله، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرضى أن معاذا يسجد له، بل منعه من ذلك. وحتى في الشرك الأصغر قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فهو ينهى عن الشرك في حياته، لكن إن حصل شرك به بعد موته فهذا من تصرف الناس، ولم يرضى به النبيون في حياتهم. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمثال ذلك. لأن هناك فرقا بين العطف بالواو والعطف بثم. العطف بالواو يقتضي الجمع بين المتعاطفين والاشتراك، تقول: جاء زيد وعمر، أي جاءوا جميعا، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. أما ثم فإنها تقتضي الترتيب والتعقيب، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بثم في عطف مشيئته على مشيئة الله، لأنها ترتب وتؤخر ما بعدها عما قبلها، فتكون مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله وليست مشاركة لها. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به، كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم. لو سمح للناس بطلب الحوائج من الرسول والدعاء من الرسول بعد موته لجرى على هذه الأمة ما جرى على النصارى ومن شابههم من الشرك بأنبيائهم بعد موته. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل فعل النصارى أو واليهود، من فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، من البناء على قبورهم والدعاء عند قبورهم وغير ذلك من وسائل الشرك. ونهى عن المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم كما بالغت النصارى في حق المسيح، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو في المدح يفضي إلى الشرك في الممدوح. نعم.
وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما. كما أشرك بالمسيح عند النصارى وأشرك بالعزير عند اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم، ذلك قولهم بأفواههم. نعم، كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، غلت في مدحه وجعلته ابنا لله أو ثالث ثلاثة مع الله تبارك وتعالى، وتنزه عما يقولون. فالغلو في المدح يفضي إلى الشرك، ومن ذلك إقامة المولد، احتفال بالمولد الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه بدعة وضلال، فهو وسيلة إلى الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حاصل في الموالد، في أغلب الموالد حاصل أنهم يستغيثون بالرسول ويستنجدون به ويشكون عليه الأحوال في أثناء الحفل، ويزعمون أنه يأتي ويحضر حفلهم، وغير ذلك من الخرافات. هذا مشابه للنصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالنصارى في حقه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهؤلاء الذين يعملون هذا المولد يقعون في هذه الأمور ويفتحون الباب للشرك، والبدعة لا تجر إلا إلى الشر دائما وأبدا، البدعة لا تجر إلا إلى الشر. نعم، فقولوا فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال صفتان له صلى الله عليه وسلم هما أعظم الصفات. عبد الله، ما أشرف من أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا مدح رسوله بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا أشرف المقامات. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فالله جل وعلا يصف أنبياءه بالعبودية، هذه أشرف شيء، ولا يرتفعون عن مقام العبودية، عبده ورسوله. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن كل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا، كل ما يعبد من دون الله فهو وثن. أما الصنم فهو خاص بما يكون على صورة حيوان أو إنسان، أما الوثن فيعم كل ما عبد من دون الله، ومنه القبر. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بمعنى أنه يغلى في قبره، وأن يستنجد بالرسول ويستغاث بالرسول عند قبره. بعض الزوار الجهال يعملون هذا الشيء. فلذلك الله حمى قبر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يبرز مع القبور، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام محافظة عليه، مما جرى لقبور الأنبياء من قبله. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فصانه الله عن ذلك، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، كما يقول الإمام ابن القيم، بسبب بركة دعوته في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. لعن الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، اليهود والنصارى. لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا هو السبب، استحقوا لعنة الله سبحانه وغضبه وعقابه. نعم. وبالجملة، ومعنى اتخذوها مساجد أي مصليات، صلون عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى، فكل مكان صليت فيه فقد اتخذته مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. العبادة لا تصح إلا بشرطين، هما أصلان عظيمان. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيها شرك، وهذا معنى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ومحدثات، وهذا من معنى شهادة أن محمداً رسول الله. فبهذين الشرطين تصح العبادة، وباختلال شرط منهما تبطل العبادة، فالشرك يبطل العبادة، والبدعة ترد على صاحبها، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فهذا هو العمل الصالح. إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، لا يكون صالحاً إلا إذا كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، هذان الشرطان: صالحاً وليس فيه شرك، صالحاً يعني على السنة والمتابعة وليس فيه شرك. نعم. وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. نعم. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يدعو الحسن والحسين وعبد القادر وفلان وعلان، فهذا مشرك بالله عز وجل، وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه أبطلها ونقضها، نقضها. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله تلزمك باتباعه، فإذا ابتدعت شيئاً أو عملت ببدعة فإنك تكون مخالفاً لشهادة أنه رسول الله. نعم. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: فكيف تشهد أنه رسول الله ثم تعبد الله بغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا يشتمل على الشرطين، لا يكون العمل أحسن إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. واسمعوا ما قاله الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله عند هذه الآية. نعم. كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذا واضح، لم يقل: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصحة، العمل الصحيح، ولا يصح العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة.
قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم. وذلك تحقيق قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، لأن المخالف للسنة يكون فاسدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا أن يكون خالصا لله عز وجل. نعم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. أخذ من هذه الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. أمير المؤمنين يدعو فيقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. نعم. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا في رد البدع، هذا في رد البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالبدع لم يأذن بها الله، فمن جاء بها فقد شرع في الدين ما ليس منه. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الروايتان تبطلان البدعة، من أحدثها ومن عمل بها. قد لا يحدثها الإنسان لكن يعمل بها، يحدثها غيره ثم يأتي هو ويعمل بها، سواء أحدثها هو أو أحدثها غيره وعمل بها، كلها مردودة، كلها لا تقبل. ما يقول هذا الناس عليه، والله الناس يعملون هذا الشيء، ما تتبع الناس أنت. إذا كانوا أحدثوها فلا تتبعهم، فالعامل بالبدعة مثل المحدث لها سواء. نعم. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه شرك، والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك كله، ولا يقبل الله منه شيئا. نعم. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف. نعم، العبادات مبناها على التوقيف، منعا للبدعة، على التوقيف يعني على الدليل، على الدليل، لا يكون، لا يعمل منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما ليس له دليل فإنه بدعة، بدعة محدثة. وليت هؤلاء ينتبهون ويعقلون ويتدبرون فيتركون البدع التي تبعدهم عن الله وتسخط الله عليهم، ويعلمون أن أعمالهم مردودة عليهم، حتى يخلصوها لله بالتوحيد ويتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون البدع. ليتهم يعقلون ويتدبرون. نعم. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. الحجر الأسود مشعر من مشاعر الله، لا ينفع ولا يضر، لكن مكان عبادة، هو محل عبادة، فأنت تقبله طاعة لله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أعلن هذا وقال: الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما نقبله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة لله جل وعلا، ليس عبادة للحجر. نعم. لكن الحجر مشعر من مشاعر الله التي يعبد عندها. نعم.
والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله نقف عند نقف والله تعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أنواع الشفاعة شفاعة الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي بقيت شفاعتي بقيت شفاعتي، وهل هي مثبتة لله؟ يحتاج إلى اطلاع على نص الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في خطبته أو في مقاله أو شعره يأتي بياء الخطاب مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلاً: يا رسول الله اعذرنا لم ننصرك حق نصرتك، يا رسول الله نشهد الله أنك قدوتنا وأنك أغلى عندنا من كل شيء، وهكذا بياء الخطاب أو بدونها لكن على تقدير الياء، فهل هذا مشروع؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا فتح باب، هذا فتح باب للناس في أن ينادوا ويستغيثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في التشهد الأخير، في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي. يقولون هذا من باب الاستحضار لا من باب النداء، باب الاستحضار لا من باب النداء، هذا ورد به الدليل، أما غيره فلا، لا ننادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الخطب التي يحضرها كثير من الجهال وكثير، فنفتح المجال في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم، الآية، هل فيها دليل على إقامة الحجة على القبوريين جاهلهم ومتعلمهم؟ بلا شك. نعم، الجاهل ما يسعه أن يبقى على جهله وهو يجد العلماء ويسمع الدعاة إلى الله ويسمع المحاضرات، اليوم صار العلم ينشر بلحظة بواسطة هذه الوسائل المستحدثة التي تنشر العلم بسرعة، تنشر الخير وتنشر الشر، فلا يسع الجاهل أنه يبقى على جهله وتقليده الأعمى، ليس عذراً له لأنه بلغته الدعوة. نعم. لكن يقولون هذا الوهابية إذا أمروا بالتوحيد قالوا هذا دين الوهابية، الحمد لله إن دين الوهابية هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد، ما عيرون بشيء إلا بالتوحيد، الحمد لله نحن نقبل هذا. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول الله سبحانه: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، هل يؤخذ منها جواز قول الله ولي أمري وقول ولي الأمر هو الله؟ الله ولي الذين آمنوا، وقال كما في القرآن: الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب علم درس قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب، وليي الله، ما تقول ولي أمري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب علم درس الكتب التأصيلية في العقيدة وتعلمها، ويريد أن يدرس المطولات عند رجل ليس بسلفي لأنه لا يوجد غيره يدرس ذلك في بلده، فهل يباح له هذا الفعل؟ يكفي ما حصل عليه على علماء التوحيد، ويدعو هذا الرجل اللي يسميه أنه عالم واسع العلم، يدعوه إلى التوحيد ويبين له، فإن استجاب وامتثل الحمد لله ويطلب عليه العلم، أما إذا لم يمتثل فيبتعد عنه لئلا يؤثر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم أن أستغفر لأمي أي أن يشفع لها، أو ذلك معنى آخر؟ نعم، دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو بغير الشفاعة، لكن الله منعه من ذلك لأنها كافرة، لأنها كافرة، والله جل وعلا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حتى إبراهيم تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وزيارة قبور الكفار تجوز للاعتبار فقط لا للدعاء لهم، وإنما لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط. أما قبور المؤمنين فإنها تزار للأمرين، الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات بالمغفرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرر الزيارة لقبر أمه، زارها مرة واحدة ولم يكررها. فهؤلاء الذين يترددون على ما يزعمون أنه قبر آمنة هم الرسول، هؤلاء لا يجوز فعلهم هذا، تردد عليها ربما يتوسلون بها، ما هو للاعتبار وإنما يطلبون منها، فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. ما كان الصحابة يذهبون إلى قبر آمنة لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره بعدم جواز القيام على قبور الكفار لأنها من جنس الصلاة عليهم. وفي موضع آخر ذكر رحمه الله زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وقال إنها من الزيارة المشتركة الجائزة، فهل قيام النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه خاص به عليه الصلاة والسلام؟ ليس خاصا، قلنا يجوز زيارة قبور الكفار للاعتبار فقط لا للدعاء لهم. وأما الاستغفار للمشرك قال تعالى ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن في المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة عليه بعد وفاته قبل الدفن، ولا تقم على قبره أي للدعاء والاستغفار له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، ووقف الصحابة معه، قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا في قبور المؤمنين خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين السعي الذي يأخذه الشخص مقابل الموافقة بين البائع والمشتري وبين الشفاعة وأخذ الأجرة عليها؟ الشفاعة عبادة وقربة إلى الله، والقرب لا يؤخذ عليها أجرة بل ولا هدية. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة لأخيه أن يأخذ عليها هدية، ولأنها قربة. أما البيع والشراء هذا معاملة، يجوز أخذ السعي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف وانصرافهم للحساب هي شفاعة للمسلمين أم للمسلمين والكفار؟ شفاعة لأهل الموقف، شفاعة لأهل الموقف، لكن الموقف يكون يسيرا على المؤمنين، إنما يكون عسره ومشقته على الكفار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. فعسره، أما المؤمنون فإنهم لا يجدون مشقة في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الكلام في الوقت الحالي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو داخل في المسجد أم لا؟ وهناك من يستدل على جواز وجود القبور في المساجد بوجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فما الجواب عن هذا الإشكال الذي يكثر طرحه؟ هذه مغالطة من القبوريين، وقد أجبنا عليها كثيراً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يبنى المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم. المسجد مبني حين قدومه إلى المدينة قبل وفاته بعشر سنين، ولم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد، وإنما جاء الخليفة الأموي بقي بيته خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان
وجاء الوليد في خلافته أراد أن يوسع المسجد، وكان المسجد في العهود السابقة يوسع من الغرب ومن الجنوب ومن الشمال ولا يوسع من جهة الشرق لأن يبقى القبر في البيت، لكن تصرف الخليفة عفى الله عنه فأوسع المسجد من جهة الشرق وأدخل القبر في هذا، ولم يرضى بهذا أهل العلم، لم يرضى بهذا ولم يكن عن مشورة أهل العلم، فهو تصرف سلطاني وليس تصرفا علميا، فلا حجة لهم في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ابتلي بالسحر والمس وهو يعاني معاناة شديدة عند قراءة القرآن وفي طلب العلم، فما هي أقرب الطرق لشفائه بعد الدعاء والرقية؟ أرجو أن توجهوا وفقكم الله. ما في علاج غير الدعاء والرقية، ما في غير الدعاء والرقية، وإن كان في علاج عند الأطباء النفسيين في مرض نفسي يراجع الأطباء النفسيين، ربما يكون عندهم علاج، يكون هذا مرض عصبي، يمكن يكون مرض عصبي فيعطونه علاج، وإلا يقتصر على الرقية ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، يداوم على الورد وعلى الرقية، والله قريب مجيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية كسجود إخوة يوسف ليوسف؟ وإنما نعم سجود تحية، سجود الملائكة لآدم، سجود إخوة يوسف ليوسف، هذا سجود تحية ليس سجود عبادة، ولكن هذا نسخ في شرعنا، فلا يجوز السجود للمخلوق لا تحية ولا عبادة، السجود لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كان شركا أصغر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، يقصد ما هو بيقصد هذا، يقصد اللي بعده قول لا تقولوا ما شاء الله وشئت، يقصد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين أن أقول توكلت على الله ثم على فلان وبين قول اعتمدت على الله ثم على فلان؟ لا تقول هذا، قل توكلت على الله وحده، وتقول وكلت فلان، وكلت، ما تقول توكلت، قل وكلت فلان، التوكل هذا عبادة ولا يكون إلا لله لأنه من أنواع العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل أدخل على الله ثم عليك، هل فيها محظور شرعي؟ ما فيها محظور. نعم. استجير يعني استجير بالله ثم للمخلوق لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وإن أحد من المشركين استجارك أجره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عزير نبي أم لا؟ اختلفوا فيه، منهم من يقول إنه نبي ومنهم من يقول إنه عالم من علماء بني إسرائيل وحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا إنه يوحى إليه لأن التوراة ما يمكن حفظها، صعبة، أي مثل القرآن يسره الله، فيقولون إنه لما حفظ التوراة زعموا أنه نبي وأنه يوحى إليه، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كلما دخل المسجد لأداء صلاة الفريضة يسجد قبل تحية المسجد سجود الشكر ويقول إن سجود الشكر مشروع وأنا أعبد الله بما شرع، هذا لم يشرع، هذا لم يشرع لنا عند دخول المسجد أن نسجد سجود الشكر، إنما شرع لنا تحية المسجد، شرع لنا تحية المسجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما سجود الشكر عند دخول المسجد هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بشعري أو ظفري أو أي شيء من بدن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذلك لأنه يوجد في معرض الكتاب الذي سبق صوراً لشعر النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنها له؟ هذا كذب، هذا كذب وافتراء، ما بقي من شعره صلى الله عليه وسلم ولا شيء من جسمه، ما بقي شيء على وجه الأرض، هذا كله من الكذب، تدجيل على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك خطيب يقول في خطبته مدد يا الله، يكرر ذلك، فلما أنكرنا عليه قال حتى يعلم عباد القبور أننا ندعو الله وحده بهذا، فهل فعله مشروع؟ لا، ليس في الدعاء مدد يا الله، يجيب لنا نص من الأدعية الواردة النبوية أو في القرآن أو في السنة، يجيب لنا اللفظة هذه، وإلا فإنه يكون هذا من البدعة ومشابهة أيضا لعباد القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناقشت أحد الشيعة فقلت لما تقولون يا حسين ويا علي وهما ميتان؟ قال هم أحياء قتلا شهيدين، والله قد قال عن الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف أرد عليه؟ رد عليه في آخر الآية يرزقون، إذا كانوا يرزقون صاروا عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب منهم أنت وهم يرزقون؟ ما قال يرزقون، قال يرزقون وهم شهداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد رجل يدعي أنه يشفع لأتباعه بعد موتهم عند الله، يوجد رجل يدعي أنه يشفع لأتباعه بعد موتهم عند الله ويدخلهم الجنة، ويسمى الداعي والسيد، وذلك مقابل مبلغ من المال، بس هذا المقصود. نعم. فهل يعتبر فعله هذا شرك؟ هذا كذاب دجال، هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل والعياذ بالله. يأمر بالشرك، يشركون به بعد موته وأنه يدخلهم الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأشخاص يسلم علي ويقول لي بركة يا شيخ، ويقبل يده التي لمست يدي، وإذا قلت له وأنكرت عليه يقول هذا ليس فيه شيء، فهل هذا ليس فيه شيء؟ كيف؟ يقول أحد الأشخاص يسلم علي ويقول بركة يا شيخ، ويقبل يده التي لمست يدي، وإذا أنكرت هذا من الغلو، هذا من الغلو والتبرك بالمخلوق، ولا يجوز هذا، انصح عن هذا العمل. نعم. هذا من الغلو والتبرك بالمخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تخصيص خطبة الجمعة التالية للثاني عشر من ربيع الأول، تخصيصها بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ من الذي خصصها؟ منه؟ ما أحد خصصها من أهل العلم الموثوقين. نعم. يقول فضيلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نقرأها وأن نطلع عليها في كل الأيام وفي كل السنة لنعتبر بها وننهج منهجها، أما أن يخصص يوم أو مناسبة أو خطبة جمعة معين، هذا لا، هذا من البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحضر أنا وزوجتي دروس فضيلتكم لنتفقه في دين الله، وقد نصحني بعض الإخوة بعدم أخذهم معي، واستدل علي بقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن، فهل هذه نصيحة آخذها؟ وأرجو توجيهكم في ذلك. لا، لا تأخذها، قرن في بيوتكن، وإذا خرجت للصلاة أو لطلب العلم وحضور الدرس فهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تطيعه فيها، تحضر وتستفيد. نعم. وكانت الصحابيات يحضرن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويجيبهن ويصلين مع المسلمين، لكن مع الحجاب ومع أن يكن غير مختلطات بالرجال، يكن على جانب أو خلف الرجال. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.